أصدقائي المشاهدين صحة شربتكم كل عام نلتقيكم في مباراة لكرة السار لاستعادة صدارة الأحداث وزمان مبادرة أولى الثواني أو الحشد الأوروبي في الأوروبا ليج الموسم القادم ورغم ممتاز يمشي الرحيم تلعب الكرة واحدة اثنين دافيد سيلفا يلعب الكرة أجويرو يمر أجويرو والدفاع برق جوارديولا اليوم ممتازة جدا خطيرة ملعوبة عرضية مراوغة اللاعب الشاب فودن وتتحط الكرة ممتازة من تحت الجزاء والتسديدة من اللاعب فودن هو الكرة السهلة للحارس كان عنده الكرة جيمي فاردي هذه خطيرة وتسديدة والحارس لا يباغت كرة من اللاعب تيليمانس يشوط الكرة تصدر ومصيره بأقدامه في مباراة الذئاب ضد الوولفز الأسبوع القادم مباراة خاصة بخلاف المستوى التكتيكي اعتقد على الماتش الويل برناردو يعطي كرة فريق غوندوغان أين الرأسية ما يلعبش الكرة الأولى والثانية فودن محاولة أخرى من فودن وكرة بعيدة 18 دقيقة من الشوط الأول الشامبيونز مش الأوروبا ليج خطيرة العرضية والرأسية من كومباني ويل يلعب الكرة تشيل حط الكرة صعبة التسديدة الكرة تمشي بلعبة طويلة ممتازة كي برشا العرضية ما وصلتش اللمسة اللي تجي والقرار اللي يتأخر والدفاع اقتراب من الدوري الممتاز ولا أروع إخراج الكرة ولا أحلى المراوغة ورقة صفراء فماش كلام على برناردو سيلفا أو على اللاعب دافيد سيلفا الأيسر حاط الكرة دافيد سيلفا يسكر البرناردو والكرة برا والكرة ترجع أوت برا لمصلحة نادي ستيرلينغ اليوم حيوي أكثر من برناردو سيلفا على اليمين والكرة فيها خطأ لا تكلينغ صحيح والكرة ترجع لفريق زينشينكو الأوكراني يلعب لدافيد سيلفا التغيير في الريتم ولكن الكرة برناردو عاد الكرة فودان اش تعمل والتسديدة والكرة طويلة وينو فانسون فمانديدي فودان يضرب كرة فودان العرضية والكرة بعيدة السلامات لن يعرف أن الوقت يمشي وما يرحمش والكرة خطيرة وأجويرو أخطر أرقام الأهداف أرقام هز الشباك بالرأس وهدف مش معكم حلول بدأ يتفوقون يصلون يلعبون في غرف الفندق يتابعون القمة بقيادة صلاح فيرمينو فماش بينانتي هل يقص القدر مرة أخرى على ليفربول يضرب الكرة ومن يكون الدفاع عن طريق التسديد يلا جول لا خرجت برا طلعت برا كرة سيلفا اي مانشستر سيتي الآن مانشستر يلعب ضد السيتي هو وقت الهجوم يمشي كرة بتراف إذا كروسيها فأما الخطير فاردي حط الكرة الرحيم يضرب ستيرلينغ يوزع ستيرلينغ ضعيفة ستيرلينغ برناردو سيلفا عرضية وسيلفا لا ركنية وسيلفا ضربة مرمى الكرة وهذا النقاش من البطل يا سادة أحمر ليفربول أما أصر على اليسار يدخل على اليسار يمشي ركنية جيل مازال كرة عرضية خطيرة ترجع الكرة الثانية يضربها مرة أخرى وبعيدة قول من الخروج الأوروبي ترجع الكرة بالرأس والكرة تمشي أما المانينغ يمشي رحيم آخر الدقائق ستيرلينغ يضرب معانا ولا معاه وبالنسبة للدوري ليفربول مرهون أنه ليستر يغدر بكرة أنه ليستر يجيب جول لو ليستر يسجل الهدف الأول الآن هو من يتقدم والكرة في الانطلاق العكسية والهربة ماديسون كأنه شكل القادم ليستر كرة خطيرة بالرأس ماجواير يلعب الكرة الدفاع الآن يتفرج مثلا جمهور مانشستر سيتي تيمالهم تشبيهم والتسديدة واش مايك لكلان لماذا يلعبون ضدنا هكذا المستديرة تمشي كرة آخر كرة أحلى كرة لا ترجع الكرة مايك دين والكرة ممتازة فرصة الهدف كرة الجول وفي سيلفا ستيرلينغ وأجويرو تشكيلة السيتي بالنسبة لنادي يلعب به في الأسابيع الأخيرة تحس فما مونك ريتم ناقص ريتم رحيم ستيرلينغ ورا ستيرلينغ واحدة اثنين يدخل رحيم هربة تيتي كرة ممتازة وبالرأس على القائم الثاني هي ويضيعها رحيم مش ممكن ماذا أهدر ستيرلينغ تقريب في 6 أمتار فرصة كبيرة برد وحده يمشي خطيرة برناردو سيلفا والدفاع برناردو والتسديدة وكرة برة من برناردو سيلفا
كرة أوت كانت من اللاعب الدولي البرتغالي أندوغان رحيم هي رحيم ستيرلينج والكودن فودان على اليمين فودان يحاول التوسيع فودان يلعب العرضية بطولتي لأنه يلزم يسجل يلزم يتعدى يمشي والدفاع يجري كرة على اليمين برناردو سيلفا برناردو حلوة وكرة والمرة يطلع والدفاع حتى الكرة غاندوغان يلعب كرة أغويرو الكون فما يطلع والدفاع موجود يتواصل وبرناردو وغاندوغان والهدف يضيع يتأجل أو ينعدم كوردو من يتجاوز هذا الدفاع الممكن مش خطيرة واش يقول الحكم يقول ما شيء الحكم مايك دي العشرة أيام اللي ارتاحوها ضرتهم وأوكر باش يفعل ماجواير خطيرة جدا والشوط يا بطولة هنا بطولة يا ماديسون كورة للهدف التاريخي لليستر سيتي التكتل الدفاعي لليستر سيتي والكرة تمشي بعيدة غياب الحلول تونيش يا ولادي والكرة تمشي للسيتي يلعب العرضية وحمزة شوية هيا الأولاد على خاطري يجيبوا البطولة ليفربول قالوا نظرة قال له كت أحرمها منك يا باب كت أخطأ ليستر يحاول توجيه الضربة القاضية جيمي فاردي خطيرة يمشي والبرايتون زينشينكو يوزع الكرة على القائم الثاني هيا خطيرة والدفاع يلعب الكرة لابورت خطيرة ملعبة ممتازة هيا والهدف يضيع مش ممكن يكون يا أغويرو ماذا فعلت وماذا صنعت يا شديد الفرق الكبرى حتى لما تكون سيئة تقدر تربح هنا الربحة هنا السوحة بالكرة كومباني شوت كرة والهدف الأول هدف البطولة جابوا البلجيكي كومباني مش ممكن عجزت النجوم وسجل أحد أقدم نجوم مانشستر سيتي هدف البطولة عن طريق فانسون كومباني العبرة في التسعين يمشي بالكرة ليستر صعبة المباراة الآن تاريخ بالنقاط والأرقام في الوصافة وفرصة للثاني والسيتي خارج منطقة الجزاء ترجع الكرة بالرأس يعودها مرة أخرى ولكن بعيدة هذا برناردو سيلفا اللقب في الأوروبا ليج بين أرسنال وتشيلسي على الأرجح الفينال في بارك حمزة كل الخوف من هذا حمزة وصل كرة هيا مش ممكن ايناتشو هل رفض ايناتشو ان يسجلها فيه